السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح النهاردة دايرة الفلاشر اللي عملناها قبل كده. زي ما احنا شايفين ان احنا استخدمنا التايمر 3 خمسات بحيث انه يولد لنا نبضات. النبضات دي نقدر اننا نشغل بيها الفلاشر، تمام. دلوقتي هنعرف فكرة العمل شغالة ازاي. دلوقتي عشان نعرف فكرة العمل، احنا قلنا عند ده التايمر ومكثفين، ده مكثف ثابت وده مكثف ممكن لما نغير في القيم الساعة بتاعته هيتغير عندي الديلاي ما بين البلساية والتانية او بين النبضة والتانية، بحيث انه الاون اوف الاتنين ليد هيختلف. طيب هو لما نغير القيمة ايه اللي بتتغير؟ نغير الساعة. لما نغير الساعة معناته انه التايم او الزمن اللي هو محتاجه المكثف بحيث انه يشحن هيزداد، تمام. فدلوقتي هنشوف احنا ازاي هنقدر نعرف قيمة المكثف تشحن ازاي. ده عبارة احنا اخترناه من هنا دي عشان نعرف الفولت الواقع على المسار ده او على الكومبوننت اللي احنا دلوقتي هنعملها زي كده. دلوقتي هنعرف الفولت على ايه، على المكثف ده كام. ده مثلا دلوقتي الفولت اللي على المكثف 3.8 ثابتين، تمام. هنص واحدة هنا، نشوف هنزود البلاي فايل عشان بس يبان معانا. زي ما احنا شايفين المكثف هنا بيشحن، ده هيفضل يشحن لحد ما قيمة القيمة بتاعت المكثف ده اللي هو قيمة المكثف تكون أكبر من قيمة البناء تحت الكنترول فولت، تمام. لو انتوا كده تلاحظوا دلوقتي ده صار أكبر، دلوقتي الفولت اللي هنا صار أكبر من هنا، تمام. لاحظوا هنا هتلاقي دلوقتي انه البناء رقم 7 الفولت عليها يختفي. صار صفر، واللي اداه الناحية التانية اشتغل، الليد من الناحية التانية اشتغل. طيب ايه الفكرة في كده؟ دلوقتي المكثف ده شحن، تمام. بعد ما يشحن وجاب ان كنترول فولت دي القيمة اللي بعدها المفروض ان كل النبضة تعمل لها اوف. يعني لو جينا نشوف احنا دلوقتي النبضة هنا المفروض، يعني لو جينا موجودة هنا، تمام. خلينا شايفين برضه مركزين. النبض هنا صار لها اوف، مفيش فولت، بس صار هنا القطب ده صار يعتبر مكافئ للجراوند. طبعا في عندنا هنا فوق طبعا 5 فولت، فكده الليد ده اشتغل، تمام. طيب هيبدأ برضو ايه، هيبدأ دلوقتي ده المكثف ده يفرغ، صار ينقص، نزل بدأ ايه
الفولت دلوقتي صار 1.6، صار اقل من كام؟ من 3.3. فهيبدأ دلوقتي البناية رقم 7 تشحن في المكثف، تمام. زي ما احنا ملاحظين انه الفولت بتاع البناية رقم 7 بيزيد، صار 3.2، وهنا الفولت بيزيد عشان دلوقتي المكثف ده بيشحن، تمام. زي ما احنا شايفين في زيادة، عشان تلاحظ الموضوع من الزوم. ملاحظين هنا الفولت بيزيد، وهنا الفولت بيزيد ليه؟ لأن دلوقتي البناية رقم 7، البناية رقم 7 هتشحن فين؟ تشحن في المكثف، تشحن في المكثف C1، تمام، وهكذا. فدلوقتي لما يجي هنشوف، تلاحظوا ممكن برضه تجربوها وتعرفوا انه ازاي المكثف، انه ازاي فكرة فكرة بسيطة يعني. هو عبارة عن تعتمد على الخمسات ولا النبضات. ساعة النبض دي بتعتمد على على الزمن، اللي هو زمن المكثف في C1 انه يشحن ويفرغ. طول ما هو القيمة قيمة الفولت على البناية 2 و6، تمام، أقل من الموجود على كنترول فولت على البناية رقم 5، يبقى هيفضل النبضة شغالة، تمام. لما يكون أكبر، لما يبقى أكبر النبضة هتفصل، وهكذا. طيب هنيجي نعمل، عاوزين نعمل دلوقتي احنا البي سي بي، تمام. عاوزين نعمل بي سي بي للدايرة دي. هنمسح هنا على النبضة كله، تمام. طب خلينا نعمل بي سي بي، هنعمله ازاي؟ اولا لازم نتأكد ان كل كومبوننت النادل عندي في السيميليشن موجود ليها بصمة في البي سي بي. طيب المقاومة ليها بصمة، والاي سي ليها بصمة، والمكثفات ليها بصمة، بس الحاجة المعروفة اللي مفيش ليها بصمة بي سي بي اللي هو الليد. طيب هنعمل البصمة ازاي؟ انا هندوس عليه دبل كليك، هنفتح النافذة اللي قدام دي، هنيجي على بي سي بي باكج، نعمل كوتشن مارك، هنروح داسين عليه، هنختار من هنا النوع اللي احنا محتاجينه. هنيجي كده ليد، ده الباكج بتاع الليد، عايز دبل كليك، اوكي، وهكذا برضو التاني، نعرفه برضو ليد كده. احنا عرفنا ان الليدات دي شوف بصمتها ازاي في بي سي بي. اروح دايسين على ايقونة بي سي بي لي اوت، ده فتحنا كده النافذة او الشيب بتاع بي سي بي. طيب دلوقتي هنيجي نتعرف على بي سي بي. ده هنا دي الكومبوننت اللي هي موجودة معايا، اللي هتنزل، اللي احنا كانت موجودة معانا في السيميليشن، تمام. هنا أنواع الخطوط اللي هو السمك بتاع الخط، تمام. هنا اللي هو سمك الهولز اللي بتاع التوصيل، دي اللي هي تعتبر زي اللي هو ازاي أمن فراغ ما بين الخطوط، الفراغات ما بين الخطوط، هنشوفها ازاي. هنا اشكال الهولز باحجامها، شكل اسطوانة، في مربع، في الشكل ده. هنا طبعا اشكال المساحات، تمام. اولا اول ما نيجي نبدأ نختار
تو جرافيك بوكس تو دي، مختار بورد اللي هو تحديد البوردة بتاعتي، تمام، ونحدد مساحة البوردة اللي هنشتغل عليها بالشكل ده. دلوقتي في اتنين مود، في مود مانوال وفي مود اوتوماتيك. المود الاوتوماتيك اللي هو هو بيرص الكومبوننت بتاعته وبيعمل الخطوط، وفي مود مانوال. بس المشكلة في الاوتوماتيك انه مبيكونش ترتيب الكومبوننت بشكل ظريف. هنشوف كده، هنشوف كده ولا تريحه فيه ممكن تعمله. ده المود عشان نعمل المود تولز، نختار كده ده الكومبوننت بتاعتنا، تمام. هو كده حاطين ايه الكومبوننت زي ما انتوا شايفين، برضو ايه برضو مش الشكل اللي برضو هو ايه ظريف، يعني حسين ظريف. بس هنكمل برضو نشوف لما نيجي نعمل برضو الخطوط الماتيك، نختار ديزاين رولز، تمام، نختار هنا نخليها بوتن كبر، ده بالنسبة للباور، بالنسبة للسيجنال برضو. من هنا بنحدد سمت الخط اللي احنا محتاجينه مثلا 30 السيجنال، والباور كمان مثلا، اوكي، ونختار على بوتونة زي ما احنا شايفين. زي ما شايفين كده هو عمل ايه، عمل الدايرة بتاعته. نيجي نشوفها 3D من هنا، تمام، عايزين 3D دي شكل ايه، شكل الدايرة زي ما احنا شايفين. ده الاي سي بتاعنا، ده الخمسات، ده المقاومتين، دول المكثفين، واتنين ليد المقاومة بتاعتي. نشوف برضو الخطوط بتاعتي شكلها ازاي، دي شكل الخطوط بتاعتنا، تمام. بس انا بفضل ان احنا نشتغل مانوال، بحيث ان احنا ممكن نستغل اقل مساحة في الشغل ويكون الشكل ظريف، وزي ما احنا عاوزين نتحكم في الشكل اللي احنا عاوزينه، تمام. لما هي هننزل اول حاجه، لازم ننزل اي سي اولا، تمام، نزل اي سي تاني، هنيجي ننزل الليدات، ندبت نبدأ نعمل ايه الخطوط بتاعتنا، ممكن نوصلها، ممكن برضه نزود اسم الكهرباء لو احنا حابين مثلا، ده 30 نخليها 40، لو حاسين الصمت صغير ده هنا باين لي ان في ايرور، تمام. الايرور ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن انه في تماس او في شرط ما بين البنتين، اللي هو ده الشرط ده ليه؟ شايفين
شرط انه البنتين دول قريبين من بعضهم. ممكن نغيرها بحسب المكسر اللي احنا اخترناه في البي سي بي، هنغيرها وهي مش تفرق كتير معانا يعني. شايفين ازاي؟ طبعا صارت اصغر من المرة اللي فاتت، مساحة اللي احنا محتاجينها. تمام، طبعا بنصغر احنا الفرد دي. طبعا شغلنا البوردة، نبدأ نشوف مقاساتها اللي ممكن نستخدم، بما أن نشوف الأبعاد بتاعتها قد إيه. تلاتة في تلاتة أو تلاتة في أربعة يعتبر. دي البوردة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده، دي الخطوط بتاعتنا. طب احنا شايفين في فراغات كتيرة ما بين ايه توضيحها. طبعا الفراغات دي هتتعبني في الحمض، لما اجي احمض البوردة بتاخد وقت معايا كبير. طب هنعمل ايه؟ نختار هنا. تمام، وهنيجي نعمل كده. لو عاوزين احنا نخليها، ممكن ده نخلي الفراغات دي اللي بقالنا دلوقتي. نروح نشوف هنعمل الفراغات. تمام، ممكن برضه نعملها كده بحيث ان احنا نعمل الفراغات. الفراغات دي برضه عايزين نظبطها. زي ما احنا شايفين دلوقتي. تمام، اهي بقى الفراغات كده ظبطت. نشوفها على الطبيعة. صار عندنا برضه مساحات قليلة برضه هي هتتاكل. بالنسبة يعني للبسكي الموضوع سهل جدا مش صعب يعني. دي ده بسيطة، هي اتعملت يعتبر في 5 دقايق يعتبر خلصت. تمام، نيجي نشوف بعض الدايرة.